تغيير جو، يعني مش غلط تروحوا على السينما وتحضروا افلام، وخاصه في افلام حلوه هلا بالصلاه. صارت معنا حاضره كيندا بارض ورد. صباح الخير. صباح الخير، كيفك اليوم؟ منيحه. جايبه معك العده، واليوم رح نزرع زهور، حبق وزهور وشو كمان؟ وزهور اكثر شيء. اليوم رح ركز على الالوان لانه الاسبوع الماضي كنا زرعنا بندوره وحبق وبقدونس، هالاسبوع رح نزرع الازهار يلي هلا نبلش نحب انه نشوف الوان تقصر. صح، نزرعهم هلا لبلشوا يكبروا. مزبوط. وعلى تغيير الطقس شوي بنرجع بنشوفهم بركي بنيسان، يعني بكون صار عن جد حلو القعده برا، بكونوا بلشوا يزهروا. والازهار اللي رح نزرعهم اليوم بواسطه البذور هي ازهار موسميه، يعني بتخدمنا لموسم واحد يلي هو موسم الصيف لبين ما تشوي بالدنيا كثير. اجمالا هالانواع اللي رح نشوفها بتضاين الحديد، اذا بدك تموز اب يلي هو بصير طقس شوي مشوي، وساعتها في انواع ثانيه بتبقى موجوده كمان بالمشاتل فينا انه نستفيد منها ونغير الازهار يلي موجودين عندنا. طالما انه الطقس حلو وبعده منه شوب كثير، يعني ما طلعنا فوق ال 33 35 البانسي تم السمكه تجات حتى بتضين لكل الصيف، فينا انه نستفيد منهم. هلا اليوم رح نزرع من البذره، يعني رح نبلش من الصفر نزرع هالانواع هيدي يلي شايفينها. بدي فرجيكم بس البذور شو معقوله انه يكون شكلها. هيدي الزهرة يلي هي التاجات، اوكي، يلي بنسميها كمان اي دوشين. ليكي كيف بذرتها شوي ضمنها بذرة كتير. اوكي، ايه يعني مش ضروري دائما تكون البذرة هي المدورة يلي عادة بنشوفها هيك نقطة. هيدا يعني هيدي بذرة شبه كل شيء للبذرة. ايه هلا رح نزرعهم بكرتونه البيت كمان، لانه فينا نزرع كل نبته لحالها كل بذره لحالها بقلب خليه من هالخلايا يلي شايفينهم، وهيك ما بنعود مضطرين انه نرجع نفرقهم عن بعضهم. عم نوقفها؟ اوكي، ونطمها منيح. اوكي، لحظه، كل وحده بتعمل بلانت؟ كل وحده بتعمل بلانت، والبلانت ممكن انه تعمل تقريبا بين 4 إلى 5 ازهار. واو، بهالبساطه هيدي حلوه. اوكي، هلا رح نكمل نزرعهم، بس كمان رح فرجي قبل بذور البانسي. انا بالنسبه لي مثلا البانسي كثير حلوه، من اجمل انواع الازهار الموسميه يلي ابتداء من هلا على كل حال فينا نبلش نشوفها مزهره. نحن فينا نزرع البانسي بتوقيتين، ايه كل الوانها حلوه. فينا نزرعها بتوقيتين من السنه، فينا نزرعها باكتوبر لحتى تعطينا ازهار هلا، وفينا نعمل فوش ثاني نزرعها هلا باول الربيع قبل ما يخلص شباط لحتى بنيسان تكون كمان موجوده. فاذا هلا نحن عم نزرع ومثل ما قلت بنيسان نحصل على الازهار. هيدي بذره البانسي، بذره كلاسيكيه صغيره. اوكي، ورح فرجيكم كمان تم السمكه يلي هي بعد بذرتها اصغر بكثير، رح نحطها هون. هون بقى صرنا يعني مثل شو بيقولوا مثل الذهب، يعني عم تشوفيهم. الفرق بيناتهم هو بيحدد لنا طريقه الزرع يلي لازم انه نتبعها. مثلا التاجات او الايدوشين مثل ما قلنا فينا انه نزرعها نتسلى فيهم هيك، كل وحده منهم نحطها ب خليه لها، وبهالطريقه مثل كانه زرعنا ببو، يعني هيدي بتهين علينا انه يكون عندنا بويات صغار صغار بنحطهم حد بعض وننقلهم هون، بننقل دغري بنغير لها محلها بنحطها بالمحل اللي نحن بدنا اياه، بكون عندنا كميه كبيره من الشوتول هيدول. رح اتركك تتسلي فيهم. كيف؟ رولا جربي انك تزرعيهم. لا رح نشوف، رح تشوفي انه رح يمشي حالهم، يعني ما بدها كثير اختصاص، بس هيك بده واحد يكون عنده وقت يجرب انه يتسلى فيهم. لحتى انا بدي ازرع البانسي بشو بدنا نزرع البانسي. مثلا في يكون عندنا نحن بالبيت، يعني بس تفرجيكم انه مش ضروري يكون عندنا عده كامله بالبيت تنزرع من البذور. هيدي البو يلي كان فيها بونزاي، شجره بونزاي عاده بنزرع فيها وبتصلح لانه نزرع فيها البذور. اوكي، بنعبيها تراب. هيدا التراب اللي عم نزرع فيه هو تراب مثل ما انا شايفينه عباره عن خليط جاهز بيبقى مكيس،
وبمرحلة البذور الأفضل إنه نجيب هالخليط هيدا لحتى وقتها نسقي ما يطلع لنا أعشاب ضارة. يعني إذا جبنا تراب من جنينة أو مخلوط من تراب من جنينة منه معقم، ممكن إنه مع البذور بس تبلشي تسقي والطقس حلو بلش يطلع لك أعشاب ما بدك إياها. فإذا الأفضل إنه لا نجيب تراب مختوم مكيس من ماركات تكون معروفة إنه هي منيحة لحتى ينجحوا معنا البذور بشكل أفضل. ها؟ أوكي. نعملهم كلهم على فرد مستوى. وبالنسبة للبانسي فينا أنه نزرعهم، هلأ فينا أنه نزرعهم هيك بطريقة الرش، بس بدنا نجرب أنه شوي بعضوا عن بعضهم. أوكي، على مهلنا لحتى نعبي هيدي مسكبة فينا نعتبرها. أوكي، رح فرجيها تقريبا قديش الكثافة يلي منزرع فيها، ومنرجع بعدين منغطي بوجه تراب كوش صغيرة من فوق. مزبوط، كمان رح نهرهم هيك. اوكي، يعني تقريبا معنا شي ملي او اثنين من التراب، مش اكثر من هيك. ايه هي كله دايما مثل الطبخة. اوكي، نرجع شوي منكبسهم، ما منشد ايدنا كثير بس لحتى نتاكد انه هالبذرات خلص هيك صاروا مغطيين مزبوط. طريقه السقايه نحط القطر رح يكونوا هو المي رح نحط ايه بنحط القطر عفيك. ها، هيدي افضل طريقه لحتى نسقي فيها البذور، لانه بتكوني عم بتجيبي مي بدون ما تحركي البذره من محلها، خاصة إذا عم نحكي عن بذور صغيرة. هلا هاي العملية بدنا نعملها كل يوم وقت يكون عندنا بذر صغير، كل يوم نسقي لحتى نرطب مزبوط التراب وما بنشبع، يعني ما بيكون شبع بيكون ترطب، وهيدا هو المطلوب. لأنه إذا شبع بس أنا حسي عم نشبع هلا تغرق. لا، لأنه تحت بعده التراب ناشف، يعني الوجه هو اللي بيكون ترطب بس من تحت بعده ناشف. وما تنسي أنه كل تراب الوجه بيتبخر بسرعة أكتر، يعني مش بس أنه البذرة بتاخد الماء بيتبخر كمان بالهواء. بس بدنا نزرع البذر أول مرحلة، يعني بعد ما أنهم مفرخين مش نفكر أنه لازم نحطهم بالشمس لحتى يفرخوا، بالعكس لازم يكونوا بمحل مضوى بس مش بالشمس المباشرة. يعني إذا فينا حطهم على بلكون مطبخ على شي مطرح بالبيت جوا مضوي، مثل ما بنحط النباتات المنزلية التانية مزبوط. بدون ما يكون في شمس مباشرة، هذا هو المكان يلي لازم إنه نزرع فيه. قد ايه زرعتي رولا؟ لحديد وين وصلنا؟ اثنين؟ ثلاثة. اوكي، طيب. ها، شو رح نعمل يعني هلا؟ رح نكتب. هيدي كمان شغله بتبقى موجوده عندنا بالبيت، معلقه بلاستيك فينا نستفيد منها اذا كان عندنا كميات دليفري كل هو القصص، بدل ما نكبهم نستفيد منهم لحتى نكتب عليها اليوم الدات قديش، تاريخ 20، نكتب 20/2/2014 نزرع تاجات تنعرف شو اللي زارعينه. رح اكتب رولا، حلو كثير هدول اللي زرعتهم رولا لحتى ما نضيعهم. لح نكسرها تتصير بتساع بقلب ال... اوكي نايس. أوكي. حبيت. هلا انا رح كفي رح تكفيهم انت رولا. انا حكفيهم هدول الصفين لانه انا عتيني ميل بدي كلهم هول، بدنا نعمل هول الصفين. أوكي. وانا على تاني ميل رح ازرع روكا. اوكي اوكي زو. هيدا بذر الروكا، هيدول لشادي تعملنا سلطة بعدين ركا شادي. تبي لي اسمي على عيون. مش معقول شو غيور، مش معقول شو بغار. تبي لي اسمي على عيون. بذر الركا هو بذر كبير. هلا هالانواع هيدي اللي هي بتبقى عشبيه، ان كان الركا او البقدونس، اذا بتشوفوا كمان بذر البقدونس بدون ما افلتون بيبقى بذره كبير، بس الفرق هو انه فينا نزرع كل بذره لحالها بقلب هالبويات الصغار لحتى بعدين ننقلهم، وفينا انه نزرعها مباشره بالتراب. وقت نزرع البقدونس نهر البذر كله بالتراب، هيدا هو بذر البقدونس يلي بيصير انه ببلشوا يفرخوا، بيفرخوا كثير حد بعضهم، وبما انه نحن دغري زارعينها بالارض بنصير بدنا نخفف منهم، يعني بعد ما يفرخوا بنصير منشيل الشتول لحتى نقول نخليهم يتنفسوا نريحهم عن بعض. بركي
نرجع بنعمل هلا مسكه بقدونس وبنشوف الفرق. هلا اذا نزل بذرتين بايدي على فرد بو مش مشكله، بس يطلعوا بنشوف اذا كانوا كثير قراب لبعضهم بنشيل النبته وبنخلي النبته الاقوى، واذا كان ماشي حالهم اثنيناتهم مع بعض بنتركهم. اوكي؟ اوكي. هلا هيدي البذره هون، هيدي هون. ضروري نطمرها على الاخر لتحت تحت؟ انه ما تشد ايدك كثير لحتى حكسرها يعني، بتبلش بتصير كثير غميقه كمان بتصير تطلع صراحه بتصير ما بتعود تفرخ، يعني بدك تكون مزبوط، يعني تكون انجا راسها مطموم بالتراب مش كثير غميقه لحتى مش تخلي فيه وتحت على قد هن عدد الكاريات صدق. هيدا هيدي شو بيقولوا بيجنرز لك، وهلا تشوفي قد ايه رح يفرخوا ويطلعوا حلوين. هيدا ساين. اوكي اوكي اي حبيبي يلا يلا كتبنا رح نكتبه. هدول اثنين رانجي. اوكي رح احطهم هون للبذرات ونكتب اسم شادي. دخيلك لازم اكتب اسم شادي بس حتى كمان نعلم على الكرتونه انه نحن لا حديد هون جرجي الزيتون وهون. هلا هيدا تركينه فاضي، هلا بنشوف اذا بنزرع فيه شيء ثاني ولا لا. أوكي. ورح نكتب نفس الشيء 20 هيك بنصير بنعرف امتى زرعناهم. 2/2014. اوكي رح نكتب روكا ورح نكتب، مع انه مفروض نكتب كندا لانه انا اللي زرعتهم، بس اسمع انت قلبك كبير ومكتوب شادي. شادي رح اهديه هون لشادي. خلص شادي صرت موجود معنا كمان كسرها لك. تفضل. اوكي هلا بالختام شو بدنا نعمل؟ شو؟ بدنا نسقيهم. نفس الشيء بنفس الطريقه يلي سقينا فيها ال لكي كيف دغري طلعوا اللي هونيك صار عنده شفتك كيف دغري طلعوا حبق ايد خضرة شو بدنا نقول؟ جد. اوكي. كمان سقيناهم بنفس الطريقة، كل يوم بدنا نسقيهم نرشهم هيك لحتى نتأكد إنه رطبوا مظبوط، وبننطر إجمالاً تقريباً حوالي الأسبوعين لثلاث أسابيع تيكون بلش يطلع الخضار، بس يبلش يطلع الخضار عندنا شغل ثاني نعمله هو إنه ننقل كل نبتة هي والترابيت تبعولها بس كانه هي ببو صغير ننقلها على بو ثاني اكبر لحتى تاخذ غذاء بشكل افضل. هون كمان بدنا نشيل كل نبته مع الشروش يلي بتكون طلعت من بذور البانسي لحتى ننقلها على تراب ثاني. فينا نزرع كمان اذا حبينا، وهيدي كثير هيديك الجمعه شرحت عنا بقلب هالعلبه هي يلي نفس الشيء بنعمل التراب كله على فرد مستوى بنزرع بقلب البذر. الحلو فيها انه بترجعي بتغطيها مثل كانه عم نزرع بقلب بيوت بلاستيكيه، بهالطريقه بتحفظ الرطوبه بتحفظ لها حرارتها لحتى تفرخ بشكل افضل، وبنفس الوقت في عندها هون منفس او ثقوب لحتى تقدر تتنفس فيها وتكون عم تاخذ الرطوبه وبنفس الوقت عم تاخذ المي الهواء، وهون كمان مفخوطه يعني معموله كثير كانه لنزرع فيها البذور. فاذا كان عندنا توماتوريز فينا نشيلهم من هالعلبه لحتى نزرع فيها بذور جديد. خلصنا. خلصنا. انا بدي اتشكرك اكيد. معنا وقت شيء نقرا كومنتس ولا لا بعدين؟ بعدين اوكي. فاذا خلينا نتوقف مع فاصل اعلاني، وكارمن شايفتها هون حدي صارت موجوده لتستقبل اتصالاتكم.